اليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المكتسبات المحققة في مجال حماية حقوق المرأة والمضي قدما في تنزيل اتفاقيات ومشاريع جديدة. الأميرة لالا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب تترأس بهذه المناسبة مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة. الاتفاقية الأولى تتعلق بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري، فيما تهم الاتفاقية الثانية محاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي وعمل القرب. وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة وقعت شراكة مع الاتحاد لتعبئة وتضافر الجهود من أجل محاربة التحرش الجنسي. واللي نبغي نقول بأن التحرش الجنسي هو عنف ضد النساء، والعنف يحارب عليه القانون 113، ولكن المجتمع بعض الأفراد ما تعرفوش باللي التحرش الجنسي هو يعاقب عليه، هو جريمة، وجريمة يعاقب عليه القانون. ولهذا هذه المبادرة المهمة والنبيلة اللي أطلقتها سمو الأميرة الجليلة لالا مريم هي غتخلينا أننا يعني كاملين ننخرطوا قطاعات حكومية مجتمع مدني باش نحاربوا هذه الظاهرة. والأهمية ديال هذه الاتفاقية هي أنها تليها عدد من الإجراءات العملية داخل المقاولات في القطاع الخاص بالخصوص على مختلف شرائح ديال النساء اللي خدامين فيهم، باش نتأكدوا على أنه هذا الهدف يمكننا نبلغوه وتكون عندنا إحصائيات وتتبع ونجندوا المراقبة اللي تتكون عن طريق المفتشين ديال الشغل وعن طريق واحد العدد ديال الميكانيزمات باش هذا النوع من التصرفات ما يبقى شيء وما يكون شيء، وباش النساء ديالنا فين ما كانوا يحسوا بواحد الأمن والأمان في الممارسة العمل ديالهم سواسية بحالهم بحال الرجال. وتعطي اتفاقيتي الشراكة دفعة جديدة للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة التحرش بمختلف الفضاءات، وتلعب عدة قطاعات حكومية دورا بارزا في تنسيق الجهود لمكافحة جميع أشكال التحرش بالمرأة في الوسط المهني. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسة التعليمية في مكافحة العنف والتمييز ضد النساء. المؤسسات المدرسية هي أولا واحد الفضاء اللي يساعد لتحسيس كل الأطفال حول موضوع لا التحرش ولا موضوع العنف ضد النساء وضد الفتيات، وفي نفس الوقت هو فضاء لوضع خلايا ديال اليقظة اللي يمكن تعالج بعض القضايا اللي هي مطروحة في المؤسسات التعليمية. ومن طبيعة الحال هناك أيضا وسائل ديال الجر لما في بعض القضايا. هذا الحفل المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تميز بتقديم الأميرة لالا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب لجائزة لالا مريم للابتكار والتميز، وقدمت هذه الجائزة لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي.